شو اسمك الرباعي؟ باسل جمال محمد مهدي. وين انت ساكن؟ ساكن شارع النفق في غزة. شو خطوان؟ لقبك ايش؟ ابو جمال. انت تعرضت للجماح العسكري؟ 2009-2010. شو دورك اليوم؟ مسؤول فصيل التخصصات. كم نشيطين تحت مسؤوليتك؟ 9. شو اختصاصهم؟ عندك هاون 82 107 هندسة قنص ودروع. احكي لي كيف تم طلوعك لتضريف ايران؟ تمام، لقيت اتصل فيها مسؤول على الرزاينة، قال لي بدك تطلع على ايران تاخذ دور القنص ومنه بتستفيد وبزيد راتبك لما تروح. قلت له تمام ماشي. بعد اسبوعين او اسبوعين ونص كلمني قال لي جهز حالك بكره تمام عشان تطلع على مصر، ومن مصر بتطلع على لبنان، على سوريا ولبنان، على سوريا وهم بزبطوا هذا الامور. تمام، اعطاني تقريبا 1000 دولار، اعطيت المره 200 دولار تقريبا وطلعت على مصر عن طريق المعبر. قعدت في مصر اسبوعين وثلاث ايام زي هيك. تمام، حجزت الطياره وكل شيء تمام. اجت معي الطيارة، نزلنا على سوريا، من سوريا استقبلنا واحد بيقولوا له أبو إبراهيم. قعدنا في سوريا ثلاثة أيام، في يوم الرابع أخذونا على لبنان، قعدنا في لبنان تقريبا أسبوعين. بعد أسبوعين اجت معي الدورة، اجوا الشباب يعني، اجت معي الدورة، نزلنا من سوريا دورة على، أخذتنا الطيارة على إيران، أخذنا في إيران دورة 15 يوم. أحكي لي في تفاصيل كيف تم التدريب؟ تم التدريب أول شيء اللياقة، هذا يعني من صفحة الله كل يوم. تمام، عندك 4 أيام تدريب على كلاشين على مسافة 100 متر، وعندك بعد 4 أيام هذول 5 أيام على برجمين من 100 ل 150. بعدها اشتغلنا على دراغانوف، هذا بروف قنص. تمام، دخلنا يمكن 6 أيام فيه، طخنا على حجار، على شواخص، على بلالين سيئ، على مسافة 300 متر يعني. وين كان التدريب؟ في إيران. وين؟ في موقع موقع تدريب، ما بعرفش وين بالضبط يعني، موقع للجيش أو للتدريب العسكري يعني. ومين اللي ضربوكم؟ إيرانيين، إيرانيين يعني عساكر يعني، كانوا يلبسوا عساكر. كم واحد كانوا معك في التدريب؟ بالذاكر يعني حدود 15-20 نفر يعني. من وين هما؟ من غزة ولبنان وسوريا. وشو مشترك كلياتهم؟ جهاز سلامة كلهم. عسكريين يعني؟ مساكر جهاز سلامة. أي دورات أخرى في إيران من غير القنص؟ دورات أخرى على هوا الشباب يعني، سمعت من الشباب أخذ دورة صاروخية، في شباب أخذوا دورة مدفعية، وفي كتائب دورة كتيبة.